ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن هنگاو سرطايا كاني بمروف بونو حكم الشرعي كاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. براين وخشكاني بريس الله يخوي برورد قارتان ليبت درس رابردو كوتا ايمان بقونا غكاني دروسبوني منال هنا قسيك من كرت لسر شايستي مروف لو قونا غيا كتبان شايستي بي عوتي أهليت أهلية برزان وكو بيناسا كبيناسا أكري علماء علين واتا ذمة واتا أستو واتا عهد هندق لمفسرين وبيناسي ذمة أكن علين أو عهديك خايبر وردقار فرمي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ألين ذي مبريتي لم أهدو بيمانا ككردواري خو ما نرين خواي بروردقال لروجي قالوا بلاوة لخلقي ورقرتوا أما بي أوتي أهليتي إنسان أم أهليتا إما قلت ما لدرس رابردوا أو قناغي إما باسي أكين كقناغي كوربليا وتبان مروف لم قناغيا أهليي وجوبي ناقصي هي أم أهليتا لشي ودس بيعكا أم أهليتا إما ألين تبدأ بالحياة وتنتهي بالموت واتا ببي بروفوني مروفكا بيوست بمروفوني مروفكا وأهلي وجوب ناقص إنسان كوري أجري أهلي وجوب باشا أم أهلي وجوبيتيا أبيد ليكم خانوا كدروس أبي تاكي تاروجي مردن أهلي وجوب لدس نادا بس أكري بدو قناغ وقناغي كان وجوبي ناقصة لسكي دايكيا قناغي كان وجوبي كاملة لدواي أويك لدايك أبي أو قناغي كالسكي دايك آياتي أهلي وجوبي ناقصي هيا منالك كومالك ما في بي أدري وطبان ميراتي بو نمونا أجر دو روجيش بي لسكي دايك آياتي أجر هشتا بيتان دنش روي ندابي لبيني سبيرمي بياوكو هيلكي آفرتك منالك بمريت بشميراتي بو عفو باوكي بمريت بشميرات بو منالك دا أنده أم بشميراتي كبوي دا أنده چي بي أدا حالة إنسانية كي بي أدا واتا أما بي أو تري إنسان بوي أما في بي أدري وصية أجر كسيك وصية بكابون منبلي أجر من مردم أو أنا بارا بو منالكاني فلانكس أو دو منالي هي لجياناو خزانكيش يسكي هي أمسك كمنالك يا بحكم أو أهليتي وجوب ناقصي كحياتي ما في أو وصيتي بي أبري بلا أم ملكو مالي بي أدين بو منالك ثابت نابي واتنابي بملكي منالك لبردو هو يكام لبروي منالكا استا لبيني جيانو مردنايا يعني اما ازانين استا زيندوا اگر سيفي سونري بوبكين ازارين منالكا زيندوا بس ام حالتي زيندو بونا بينا وتي حياتي حقيقي بي وتي حياتي كي تقديري بو او زيندو بونا وي كايما ما في ملكيتي بي ادين ابي منالكا بيت الدنيا بتواني سربخو دور لسكي دايكي هناسبا او كاتبي او تي جياني كي سربخو بو منالكا دروس بو او كاتب منالك شايست دارايا كان خاوان داريتيانكا لبروا اما ميراتي بودا انين وصييتي شي بو بكري وصيتك اي بودا انين بلا منالين اما نهي منالكا الين بو منالكا من داناوا لدر انجام اگر منالكا بزيندوي لدائك اگر يك بو بو يك حناسيش بو بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم افرمي منال اذا استهل واتا اگر دنگي لبرز بو افرمي ميرات ابا وميراتي شي لأجيره واتا او بشا ميراتي بو من داناو اگر منالكا هات دنیا هاواري كي كرت دواتر مرد منالكا بشا ميراتي كي باوكي بو بهي او استاك او مردوا او بشا ميراتي وكو باوكي ميراتي باوكي مامالي لغلاك وك ميراتي منالكا مامالي لغلاك اما يكا ايما علين منالكا كلا دايك ابي اهلي وجوبي كامل ابي واتا منالكا استا التزاماتيش اچيتا استوي التزامات كان كأشنا استوي أو التزامات كبيويستيان بأداء منالك خوينية بيويستيان بأداء منالك خوينية كواتخالي يكا
إما بو ألين من علاك نابي بملك خوان داريتينا كلام قنا غياب وبشميرات وبشوصيكي لبروي ألين جياني من علاك لا أجري مانو نمانا يا خالد وام لبروي من علاك جياني سربخونية بشكل دايكي استابو نمونا إما جنيك طلاق دري أجر حاملة به نفقي من علاك لسرباوكيتي جنك كطلاق دراوا بتعبت أجر طلاقك باين به يا تفريقي كي قضائي به خوش جنك جياني جنو ميردايتي لقل ميردكي كوتاي هاتوا بس بياوكا مادم خيزانك حملي هي ابي خرجي جنك بكيشي بو او خرجي هي جنك اي كيشي خرجي منالك بس شنك منالك جياني كي سر بخوينيا اما ابي خزمتي دايكي كين بو اوي منالك بخيوكين لأساسي شا خرجي جنك لسن ميردكي نماو بو شك جياني جنو ميردايتي كوتاي بيهاتوا ككوتاي بيهاتوا بس اما نفقي منالك هشتا لسر باوكي واجبة منالك الليرة منالك الليرة تبعا نفقي خوي ورقري أبي إيه من نفقي لسر دايكا كبكين بول منا ماني منالك بوشتا بي أبي جلبو دايكي بكرين أماني منالك تير بي أبي خواردن بدين بدايكي أماني منالك نخوشنا بي أبي تندرستي دايكي رچاو بكين كواتا مادم منالك جياني كي سر بخوينيا أما هو كاري كي تير بو أوي من دالكا ما في خاوان داريتي سر بخوي باركانيا ناكن تا أوكاتي لدايك أبن جياني سر بخو أبي لبن أمدو هوي ألين منال أحلي وجوبي ناقصي هي أم أهلي وجوبي ناقصة شي بي أدا بريزان أم منالانا أم بونمونا أم سبيرمانا يا أم هيلكانا أم أنا راس سربخونين بشكل لدايك يا بشكل لباوك بلان باوكو دايك خاون داريتيان بو سبيرمو هيلككان بي أوتي حقي انتفاع نك حقي منفعة يعني شي حقي انتفاع وفرقي شي لقل حقي منفعة أما بابتك دواتر لبكريدان رحمة إن شاء الله قرينا وسدي بس إستا حقي انتفاع واتشتيك هي تو ما في سود لي ورغتنت هي بس خاوني سودك تو نيت شلون بيانك عقد زواج قال قال خزانك جنو بياوكا ما في سود لي ورغتن و تشج لي ورغتني يكتريان هي بس اما فا خاون داريتي بو امانيه امان تنها سودك هي امانه شلون اگر خاون داريتي توابي سودك بكن كبيبرين اما ملكي منفعيه اوان اتوانن بيشي بخشن يا بيفروشن ياو أتواني بخزانة كي بدأ بكسي كي تربل توشتو دي ليور جرا نا بو چونك حقي منفعي خزانة كي هي أونية أم حقي تنها انتفاعي هي سبير مو هيل ككاني شوان بياو ناتواني بروا بلي من هاو كاري خزانة ككم كمنال يعنى بي بياو كبلي من سبير مي خومت أدمي بجنكا بلي تو برو خوت بي ببي تينا بو اوي منال دب بي سبير مكان مروف كان حقي انتفاع يعني هيل يا عفرتك بو نمونا بعفرتك يتر بلي باخش كي شي بي بعد كي شي بي بلي من هيل كي خومت ادمي برو بي بي تينا لقل توبي ميردك دواتر من حالي قرمو يا خوط حالي قرمو براحم ممنوعة ام سبير مو هيل كان لم قونا غيا بخشين يعني ممكن نية نكر اوانا تنانت اوش لمنيي كسبير مكان مليت يا اكن كوت ما سبير مكان منال يعني يدروس بي شلمانيكا سبير مكان تغذية أكن أوش لمن يش نابخش لبو شون كببشيك لخانة جنسية كان لقلم أدري يا روليكي هي لقشكردني خانة جنسية كان كواتا أوش تاني كبيوانديان بدروس بوني مروفوة هيا وكو تو وكو سبيرم وكو هيلكا وكو رحم أمانة قابليتي بخشين يعني لقناغي أهليتي وجوبي ناقصة كم نالك لسكي دايكي أمانش ما في منالكن جگلوی کم نالکان گوتمان صفات بو ما وکانو جینات کان شی دسکاری ناکری منالک لبار نابری امانه همو او ما فانن کم نالکا بحکم اهلیت وجوب ناقص کپیوست بمروف بونی او ولی اگری دواتر کل دایک ابی برزان منالکا اهلیت وجوب ابی بکامل یعنی شی اهلی وجوب کامل یعنی استا منالکا خاون داریتی بو او با فدارای یعنی کپیش منال بون پیمان دابو ثابته جيجيره شي تر بو منالك ثابته بلم قناغيا ام منالا اتواندي مثلا التزامات مالكان جيب جيبك خوينا ولي امركي بون من باري ميراثكي كبري كوتوا لمو دو صالانه زكاتي اكوي خو خوي زكات نادا بو چونك اما حقي كي ماليه بيويستي بذمي شخصي كسكنيه اما دواتر لاهلي اداء اخوي منالك عيدا بس استا ذمة مالكي منالك أم التزامات أنا أشيت أستوي بون من الزكاة لمالي منالك أدريت أمين توا
دواتر ام قوناغول و اما پیوندی به باسکی ایمونه بس هر بور برچارونی جناب ترمیل حزی اکم تیشکی که بخینه سر اهلیتی که در تیتا پیش بو منال پی او تی اهلیتی ادا ام قوناغی که انسان لگا شبونا لدروی سکی دای کی پی اگا اهلی ادا یعنی چی؟ یعنی استا ام منالا شیاوی کار کردنی تیا دروس ابه واتا ام منالا استا اتوانه کار بکا بشیوانزه که کارکانی یا قسکانی جوری شرعی هبه و بنیانی حکمی لسر دابنده بونمونه لتمانی حوصالی و منالک اهلی ادائی با درسه اهلی ادا پیوستی با دو طاقه یکم طاقی عقلی دوم طاقی بدنی ام طاقانا کناقص بون کسرتاین بو پی اوتی اهلی ادائی ناقص که انسان کتو قابلیتی بدنی پتو بو عقلی شی جیریه کی با درس بو پی اوتی اهلیتی ادائی کامل واتا لقو ناغي أهلي أدائي ناقصة كالتماني حوصالية ودس بي أكاتا باليغبون مروف هلسو كوتكاني أكريب سيب شوا هر هلسو كوتك بكا سودي هبه احتمالي زرري نبه وق اوي هدية لخلق ور بقري وق اوي عبادات بكا وق اوي بون منمنا لك خلقك وقفكي بوبكا أما مقبولة بوش كاحتمالي زرري نية إجازي ولي أمري شينابت أقر منا لك لم قونا غيا کاری کی کرد یا سلوکی کی نوان زرر و مند بو باطل تصرفک پرس بولی امرو سر پرشتیار کی ناکره بونم نه اگر منالک مالی خوی بخشی اما زرر منالک ایکا اما ای پاریزین لم زرر علی او تصرفه باطل بو چکالین ام منالی ایم استالم قوناغیا اهلیتی ادائی ناقصی هيا لاهلیتی ادائی ناقصی شا انسان اگر تصرفی کی که تصرفک بزرری شکای و باطل بشی سیم لسلوکی انسان لم قوناغیا او حلسو کوتانن که اگری زیان و قازانجی شان لیکره او تصرفاتانی که اگری قازانج و زیانیان هیا اگرین او بو اجازه ولی امرکی سر پرشتیارکی انجا ولی امرکی اتی محکمه یا هر کسی که بو الین ام منالا بو نمونه ام سیاره افروشت تو رازید بی فروشه اگر ولی امرکی چکوی من لوانی قازانج بکا لوانی شا زرر بکا ام فروشتنا بو نمونه عقدی زواج منالا که حزکا زواج بکا لوانی زرر کا لوانی قازانج کا امانه بعدم تصرفك اگری قازان جو زرری هيا پرس با ولی امرکی اکریبو اوی منا ولی امرکی بریار بدا ام اهلیتی ادائی ناقصه کی کامل ابه انسانکا کبالیخ بو او کات انسانکا هرچی تصرفیک بکا هرچی عبادتیک بکا هرچی معصیتیک بکا مالا لسری لم قناغ بولاو انسان لروی کسایتی شرعی و کسایتی یاسایی و قناغی ترنیه بو گشه کردن ام چوار قوناغی هیا که کورپلی الاسکی دایی که اهلیتی وجوبی ناقصی هیا که لدایی که ابیتا حوصالی ام اهلیتی وجوبی کامله بردوام ابی لگلی تامردن بلام لحوصالی اهلی ادائی بو دروس ابی قابلیتی عقلی و بدنی تیا دروس ابی اما کمالک تکلیف خیلی سرشانی کبالغ بو اهلی ادائی کاملی پی ادین جاوازی نیوان اهلی ادا و اهلیتی وجوب چیه خوشوستان اهلیتی ادا وکو جیووایا واتار رجه یکی نگور نیه قابلی دائما بالانس که یعنی اکال انسانا اهلیتی وجوب ثابته نگور حتا انسان امره با انسانی بونکی اکتسابی اکا بمردن لدسی اداتو بلام اهلی ادا وانیه بچوکتانین عارض لی ادا بونمونه تو رئی انسان اگر اونه تو ربو کتمیزی نما ادرانکی نما او انسانا لین اهلیتی ادا ایدیتا وخواروا اگر بورایوا الين اهليتي ادائي عدم بيتوا واتوك منالك يكصالي ليتوا اگر شيتبو تصرفكاني وك منالك يكصالي ليتوا بوج لحظي شيتي شورتيكي كهرباء لو انا انسان للحظات شيتبه بورانه وصدمه لو انا انسان كل لحظاتها ببوريته كبوراي وكسر اهلي ادائي نامينه كلنا مينه عندي عوارض هي اهلي ادائي كما كاتوا كمي اكاتوا بنمونا اگر انسان كتوشي حالتي كم عقلي به شيتنا لبيني شيت وعقله اخو ما نريد تختيتك بشي او بي او تي معتوه اهليتي ادائي يقدر اجيت اخواره شرعا وقانونا واتا اگر انسان كي بالغ عاقل به توبه ميرد منالك ما مالي لقلا كي تصرف كان كي بوسي بشوك باسم كرت اگر خويله تمني ميرد منالي ابي ده صال بي انو صال بي او كاتوك منالك سي صالوك عديم الاهليه تعاملي لقلا كي اما سبارت باهليتي انسان كواتوت مان او مروفي اما امانوه قسل سر اهليتي بكين او منالية
كأهلية وجوبي ناقصي هي المرحلة يا أم أهلية وجوبي ناقصة شو عرزم كردن أو ما فاني في أدا كباس بانك لروي الشياوي جستي لروي الشياوي عقلية أو دوات لأهلي أدا أمنا لك بوي دروس تبي لسكي دايك بوي دروس نابه باش خالكي تلمانيه كأما زور زور قرنقا أوش أويا قناقي مروفبوني منال لكي ودس بي أكا أوي كأما بي ألين روح كردن ببري منالا أما حالتك نزانستي سردم خيان نوي هيبوي واعترافي بي أكا علم اعترافي بي أناكا وحالتك طبيش نية مشهود ومحسوس نية يعني إيمانات وانين بلين منال قورانكاريكي بسرادي برشا وكالروح كري ببري أنا منالك حياتي تيايا وكو عرزم كردن لدرسي رابردوا دواتر لقوناقك لقوناق كان لبيني تشلودو بو تشلو بينج يا تشل بو تشلو بينج روجي روحك ليبا بريا أم روحيك أكليبا برمنالك يا غير مشهودة واتا إنسان ناتواني بچاوي سربي بينا أليرا لجير روشنائي دقاكاني حديثكاني بيغمبرا ودقاكاني قرآن علماء كيشي كان بو دروس بو يكيك لوكو كاراني كمن أمزن جيرا سمينارم هل بجارت أأمي بوي هنديك لعلماء إيما لسرتي روانينيان ليك دانو بوچونيان بو أم قوناغي جياني مروف كوتونة حلوة كوتنونة حلوة كيشان لتقصيري خوان نية لقوري أوانا أو حلانا بچاو أو وسائل بدائياني كالبردس أوانا بوا أوانا حرب بسبور حرب زانا باسكرين إسامن دي مصر قساكانيان طبعا سرتا زانايان بكوي دنك ألين روح كردن ببر منالا لدواي قوناغي مضغوية متفقين لسر أما قوناغي مضغكي طوابه إموت من منالكا لششروجي كما لحوتم روجو أبي بعلقة دو حفتة بعلقي أمينيتوا أمسي حفتة حفتي شوارمو بينجم أبي بمضغة أما كان أمسيو بينج روج لحفتي ششمو حوتمو هشتما وتمان منالكا أبي ببيكرة إسكي كركراغا بيكرة إسكي كي نرم لحفتكاني ترى غوشتو ما سلكو أم بابتاني تري بودروس أبي باش كواتا علماء اتفاق يعني ببي دقاكاني حديثكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم روح كردن ببر منالا لدواي قوناغي مضغوية قوناغي مضغكي طوابي ألينا إشكالة كمان هي جمهوري فقهاء أغلبيي ساحق بيان وايا كقوناغي روح كردن ببر منالا لدواي مضغبون لدواي شوارمانا نكتل روش واتال لدواي سطو بيست روجة كأما زور زور بداخوا هلأي كي كشنده حتى هنديق لا علماء كاتي خوي إجماعيا نقل كردوا أو نزورين أم رأي بداخوا كإعلان إجماعي لسر واتا لنظري أمانا منال لدواي سطو بيست روش قناغي مضغطي أبريني أوجا شي واكا أم إشكال بو علماء دروس بو لكاتي خوي بو أبو حنيفة بو إمام مالك بو إمام شافعي بو إمام أحمد أم زانا كلبياوانا أم علم ناو دارو بحر مندانا شي واي كردوا أم هلايا بو أوان دروس بي طبعا دقي حديثة كان من دين مو جنابتان سيدي كان استابو ما ندرك هلاك لكواي بغمان إخوالي حديثة كان أفرمي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما أفرمي هر يكيك لأيوة كو كردنوي خلقي لچل روجا أبيت ثم يكون علاقة مثل ذلك باشان أبيب علاقة ثم يكون مضغة مثل ذلك باشان أبيب مضغة ثم يبعث الله ملكا تصورك كواتا أوان دين شيئا كان أوان دين ألين 40 يوما أما مرحلين نطفية علاقة 40 يوما أما هشتا ثم يكون مضغة أما تشليتر أما صوبس ثم يبعث الله ملكا باشا أخوة فريشتية جنيرة فيغمر بأربع كلمات أم فريشتية أخوة شوارو شيء بي أمر أكاك بو أم من عليبك يكم أكتب عمله أخوة فرمي كرد وكان ابنسا ورزقه رزقي دياري بك وأجله أجله مردني دياري بك وشقي أو سعيد بدبختي وبختوريشي لإستوى دياري بك ثم ينفخ فيه الروح كواتا أمر روايتك بخارية بابي نصر روايتك مسلم لروايتك مسلمة أفرمي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما واتا إنسان خلقي لچناكو أبيتوا ديسانا ولچن روجا ثم يكون في ذلك علقة
لدواي تشل روش أبي بع علاقة ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك دواي أبي مضغة ثم يرسل الملك باشان فريشتيك أن يردري فينفخ فيه الروح أو فريشتي روحك أبا بريا ويؤمر بأربع كلمات وفرماني بشوار وشش بيك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد همان أو شوار وشيك بخاري هنا توا كواتا هردو حديثك بما نفرمون بما نفرمون تشل روش تجميع خلقه علاقة تشل روش أما بي تفسير علماء تشل روش مضغي أما كرده صو بيس روش باشان فريشتك ديت دواتا لدواي سطو بيس روش ده أما أو حالته كأواني توشي أم وهم كردوا سير إمامي نووي كان إمامي نووي كدي أم نصا لصحيح مسلم نقلك أبو رياض الصالحين يكلم أبو حديثك إضافة أكاك لصحيح مسلم وبخاري شانية أما نصك كإمامي مسلم نقلك على رياض الصالحين أفرم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة كلمين نطفة زيادك زياد كردني كلمين نطفة إشكالك زور زور قولة دروسك كلا بخاري ومسلمانية مفروض إمامي نووي أو يكال رياض الصالحين أيهنة دقا ودق حديثة كاني مسلما أم كلمة كإمامي نووي خوي زيادة كالا للرواية أو يكال مسلما أيهنة أم كلمة أصلينية لحديث بخاري ومسلمة شون معنى حديثك أقوري هردو حديثك بخاري ومسلم نافرم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ألين يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما واطا تجميع خلقي لتشل روجيه كما أكره كتو كلمين نطفة زياد كتكواتا لتشل روجيه كما بز نطفة كتجميع بيه كأما هلا كدرسك إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما أما روايتك بخاري ومسلمة طاو كواتا تجميع ثم يكون في ذلك يعني ثم يكون في ذلك 40 لو تشليك تجميع خلقي يا أبي أبي بعلقة ثم يكون في ذلك لتشل روجي كما ديسانو أبي بمضغة ثم يرسل الملك ثم يبعث الله ملكا باشا الملائكة كدي ببي هردو روايتك دي أما هرتشو أرمز بكا لقل زورك لجمهوري فقهاء حتى وكو عرزم كردين إمامي نووي دوائي لشرح صحيح مسلمة إجماع نقلك على أمر رأي إجماعي لسر لكاتك سواز بوخوا إجماعي لسر نيش إجماعي لسر بوايا حلاك قورة تربو أم حلايا حلاي دقاكان نين حلاي تيقيشتني زانعياني إيما يلا دقاكان بوي برزان إيما قرنك دق وكو دين جامب كينوا لبوچوني زانعيان وكو فقه وكو فهم وكو فكر إيما استابلين شي بلين أم دقاني زانعيان أو رافيان كردوا راسا نخير حلايا أم دقانا باو علماء قولانش كتبتيان چونك أما تحريفي دقاكيا دقك وانا فرمي باش رأي دوام طبعا أمانة رأي كان يان هبو استئناس عندك رأي أخوين موا قرطبي لمالك كان أفرمي لم يختلف العلماء لم يختلف كوات إجماع أم مفهومة قواية أن نفخ الروح فيه يكون بعد 120 يوما وذلك تمام 4 أشهر على الروح كردن ببرال دواي صوب بسروج علماء خلاف يعني لما يا ابن حجر لفتح الباري أفرميتي أفرمي وحديث ابن مسعود أو حديثي كهاتوا بجميع الإشارة واعتبها مو آما شكاني يدل على أن الجنين يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار لسطو بسروجا لسيق وناغا منالك قشأك كل طور منها 40 في 40 حرق وناغيكي لتشل روجايا ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح لدواي طواو كردني سطو بيستكر روحك ذي ببري منالك يا لشرح نووي يا إمامي نووي لشرح صرحكي لصحيح مسلمة أفرميتي واتفق العلماء واتازان آيان بكوي دنك اتفقوا بأنوايا على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر روح كردن ببرا لدواي شوار مانك أبيت لدواي شوار مانك أبيت باش لحاجة إبو جيرميك اكتبك شافعي كان أفرمي أوان نفخ الروح واتا سردم يا كاتي روح كردن ببرا الذي دل عليه كلام الشارع أو إيك قسي بيغنبر باسيكا هو 120 يوما سطو بستروجا مغني ابن قدامة لمغنية أفرمي وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه
لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر. حديث قاني بيغمبر بما نفرمون كروح لدواي شوار مانج أكريبا بر منالك يا طبعا أنا مرأي كمينية بلام أمر رأي صحيح ترى صائب ترى أما نلنا خير روح كردن ببرا لتشل تاتشلو بينج روش أخاينة بلغة كان يانشيا أو حديثي بخاري ومسلم حركة جماعتي كم استدلالي بيكن أما صحيح ترى استدلالي بيكن أيو بهلا تفسيري حديثك كاكن إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما طو واضح حديثك ثم يكون في ذلك 40 علقة ثم يكون في ذلك 40 مضغة ثم يبعث الله ملكا زور واضحة حديثي صحيح تر وصريح تر يعني هي أمان حديثك يا حذيفة حديثك يا حذيفة كوري يمان من هيك هل مسلمة يا أفرمي يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة زور صريحة كواتا هاتني ملائكتك كيا لبيني تشلبو تشلو بينجروش بوشي لبيني تشلبو تشلو بينجروش اي بو تحديد نيا بتشل يا تشلو يا تشلو دو شكا من عرزم كردن سبيرم كاغاتنا رحمو بوريا كاني رحمو امانه متوقع على سيب وشوار روش بجي لوانيا هات نخوار ويهي الككا يا تلقي حكت اخر تربيه او كاتب بي تاريخك ام مديا لم بالانسيا لبيني تشلبو تشلو بينجايا كملائكتك دي لبرو امش دي قيب يا غنبر صلى الله عليه وسلم لحديثك يا كواتا ام حديثي مسلم زور واضح حكا فرمي دواي تشل بو تشلو بينج روش ديت بولاي فيقول يا ربي اشقي او سعيد فيكتباني فيقول اي ربي اذكر او انثى فيكتبان ويكتب عمله واثره واجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص كواتا زور واضحة طبعا ليرا كملائكتك على اي ربي اذكر او انثى اما قتمان اندامي نيريني منالكان لكي ادواي دياري اين لدواي حفتي ششمو لحفتي حوتمو هشتما واضحة به راست اللي يكم قناغا لبيك قيشتني و بيتاندني هي الكاكا اكس وايا اكس اكس اما واضحة بلان فريشتكش نايزاني لا علمي خوايا او منالة شونا فريشتك استا ازانيك او منالة خوا تقديري آوا كردوا لبرو أما معناي إيوانية لو كاتا يا برياري اللي أدينا أما ملايكتك قرسي كان ملايكتك أبرسي على أي بروردقار أما نير يا مي خواي بروردقار علمك أي بي عليه نك أو كات تقديرك بملايكتك على بيك حديثك أنس من هي لصحيح بخاري ومسلم دي سانوا علي وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه كواتا أمجدي سانا وحديثك مانيك أخوا باسي بيغمري أخوا باسي أم رحمة أكا باش استا دين السروي رأي راجح كامية طبعا رأي راجح رأي دوما بو لبلو أسباب أني باس بانك باش أواني رأيي كام شون ولامي أم حديثانا أدنو مثلا ابن حجر لفتح البارية شون ولامي أو حديثي بخاري أداتو يا نووين شرح مسلمة شون ولامي أو حديث أداتو هستيان كردو بوي هلا أكن أو نا دقيق من أو نا أمين من لعلما هاتون تأويليان كردو تأويليكي قرسيان كردو بو أوي خويا لحالتي بغجاداني حديثة كان بباريز بو نمونا ابن حجر لفتح الباري بو اوي توفيق بك على بيني اوي شون ام حديثان على الدواي صو بيستو ام حديثان مسلميش بصحيحي على الدواي تشل لفتح الباري على شي على فاحتجنا الى وجه الجمع بينهما على بي ويسبان بو ابو ام احاديثان كوب كينوا بان يحمل ارسال الملك على التعدد ابي على مجبور بوين بلين او فريشتي كديت على التعدد شن جار يكديت بولاي منالك يكجار نايت فمرة في ابتداء 40 الأولى عليه جاري كديت لدواي كوتاي تشلي يكم جاري كي كديت لدواي كوتاي تشلي سيم فيحمل الأول على أن المراد أنه يصورها لفظا وكتبا لا فعلا عليه تشلي يكم كدي ملائكتك لفظيا ولسر دفتر أو شتان دياري أكا لتشلي سيما كدي أي خاتب واري عملو جيبا جاكر دنوا ابن حجر رحمتي اخوه وليبه ام تأويله شلون يعني شلون كيف يا غمر اخوه هم حديثك انا فرمين دواي تشل ام تي قشتني ايوا على دواي سطو بيست ايوا شلون سيتش لي تحسب كردوا حديثك انا مسلم زور واضح حكى افرمي لدواي تشل ده
إمامي نووي خوي بو أوي خوي لم إشكال درباس كأفرمي شي أفرمي قال العلماء زانايا الفرمي أنا شي طريق الجمع بين هذه الروايات شون بتواني أمر رواينا كوب كينوا أن للملك ملازمة ومراعاة أم فريشتيا بردوام لقل منالك وتشاو ديري منالك أكا ولكلام الملك وتصرفه أوقات أحدها علي بوهاتني ملائكتكش بولاي منالك أو شتانيك بي أوتي لشن وقت يكايا يكيك لو كاتانا حين يخلقها الله تعالى نطفة جارك لهات نكاني أو كاتيك منالك نطفة ثم ينقلها علقة أو جارك دي لو قناغي إيكاب علقة لجاري دوما دي إيكاب مضغة لجاري سيما كدي أو جارو حكاب بريا أم تأويلة تأويلة كي زور زور دوري هيش حديثة كي بيغنبر وانا فرمي أوان بو أوي خويان لم بجاچوني حديثان بباريزن أم روايتانين أولي كردو لكاتك أوانيان بس بو بيان قتايا ناصي ظاهري حديثة كان دقي حديثة كان شو نواتا مليدي كان بيغنبري خواه أفرمي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما كتايات هم حديثة كانت لي مسلمة فرمي لدواي تشل يا تشلو دو يا لدويني تشلو تشلو بيان جاب ملايكة كده روح كابا بريا كي أم قساني دقيق ورقرتوا بو أوي إيمان نلين هم علماء حاليان كردوا ابن القيم لقل ابن رجبي حنبلي لو سر دمانيا ابن القيم عالمي كي فطن بوا ابن القيم درك بماءك أفرمي شي فيأذن الله لملك الرحم أفرمي خوا فرمان أدا مولد أدا بو فريشتهي كده ترحم في عقده وطبخه 40 يوما لما ويتشل روجا أو منالا بي بقاقة شبكة أفرمي باشان وفي تلك الأربعين واتا لو تشليا يجمع خلقه منالا كالطواو بيكاتكي دروس أبي ابن رجبي حنب علي أفرمي وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة هذه همو أمقسانة لسن أو بني آدم لنك لقناغي علاقيا تجميع خلق ممكنة قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد قال بلغل سر أمتش حديثك حذيفة كأفرمي تشلبو تشلو بينجروش وما ذكره الأطباء أم بيعوش دقيقة أفرمي أو يبزيش كان باسيكا يدل على أن العلاقة تتخلق وتتخطط وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك أفرمي ما مانا كانش واعلين يعني تي ما مانا كان واعلين يعني ما مانا كان بما نلين كأم منالا لم دواي تشل روجي كالدايك أبي منالا كملامحي قراوة استبرزان بو أوي طواو دلنياب لم موضوعا سيدي أم ينا نبكين با أما ويني منالا لقوناغي على قبونا أما ويني مضغبونت أما ويني منالا لقوناغي مضغبونا أما منالا كي شوار مانغية باشا أما منالا كستماني صو بيس روجا أما أو قناغيك أو ملائكة الدية خوا أمري بيئك وثمان ملائكتك أمري بيئك بوي تصويرو بوي ذكرو أنثاو أوانا بوي خلقي سمعو بصرو عظامو همو أمان وثمان ملائكتك الدية خوا أمري بيئك أمان بك أما السطو بسروجة أم منالا استاء أو منالك طواوا يا أو مضغية أما استاء ما نكراو بلين مضغية أما منالك يشوار مانغا جاريكي كعرض مكدي وتم دقتي أو رسم مبدن أما أكلي بيبوت يا مضغب رزان لكاتك علماء إجماع يعني هي لدوايبون بمضغم فريشتا كده أما مضغية أما أوتا سمعوا بصروا أذنوا يدوا ساقوا حتى أداتي نيري نومي زور زور واضحة أم قسي من بوكي برزان أم قسي من بو زورك لما مصاياني آيني برزا كحتى إساش فتواي لبار بردني منال أدن تاشوار مانغ ولو أولا درسي داهات وادي مسري بس جريميتو أما لباربي أو ينينا وراستو لباربي أو منالا أو مخلوقي كي طواوة إنساني كي طواوة تو مضغى لبار نابي أما لباربري مضغية أما لقوناغي تقريبا إستا لقوناغي بينش حفتيايا أو منالا أو رسمية كم قوناغي بينش حفتيايا أم قو رسمي دوام قوناغي سطو بس روجة تو چون بما علي مضغى لبرو برزان أمريكا كا لو ليتيك شوناني كبداخو زناياني إسلام تيكوتون وكو عرضم كدن أما لقوري قدري أوان كمنا كاتوا بلام دق وبيروزي دق بلاي إيما قدن ترى لقدري أوان لبرو دقا كان بحالة دانتون دقا كان دقيق بون أوان هاتون دسكاري هندق دقيان كردوا تيغي اشتني خويا أوا بخرج داوا هندي علماء شبون لو كاتي شادر كيان بوا كردوا
كحقيقتي علمي أويا كمنال لقوناقي تشل روجا هم أو طوران أبري قوناقي نصبون أبري على قبون أبري مضغبون أبري باش لدوي أو تشل روجا أو جاءوا فريشتي دي خواي بروردقار أمر كابوي روح كابابريا لدرسي داهات وأقر خواتمان باباسي مسلي لبار بردني منالو قوناقكاني لبار بردنو تاواني لبار بردن أكين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن هنگاو سرطايا كاني بمروف بونو حكم شرعيا كاني.